حتى انها توجد في الاراضي الصحراوية النائية. اينما ذهبت لديك فرصة لقائها، والافاعي بارعة بشكل خارق للطبيعة في الدخول غير المشروع. مع ان اقل من ربع فصيلة الافاعي سام الا انها تقتل اكثر من 100,000 شخص سنويا، لكن الفئران والجرذان تقاسي فعلا. الافاعي هي عامل طبيعي للحد من القوارض، والبشر ايضا يدخلون مناطق الافاعي بشكل غير مشروع. اسلوب حياتها الصامت وقدرتها على الاندماج مع محيطها يجعلان رؤيتها في بيئتها الطبيعية امرا صعبا جدا. ربما لن نرى او نلحظ حركاتها الا بعد فوات الاوان. الافاعي التي نخشاها كثيرا هي التي تقتل بسمها، وعواقب ضربتها قد تكون مميتة. انه سلاح معقد وفائق القوة. حالما يصبح في مجرى الدم يبدأ بتحطيم الجسد من الداخل الى الخارج. بابسط التعابير هذه المادة السامة هي عبارة عن لعاب هضمي خارق، لكن سم الافعى يعمل بطريقة مختلفة. ثمة نوع يحطم او يشل الجهاز العصبي، واخر يدخل مجرى الدم الى القلب حيث يشل او يحطم الانسجة في الداخل. وسموم اخرى تعمل من نقطة التصادم وتبدأ بتحطيم الجسد بموازاة انتشار السم. بعض السموم تهاجم الدم نفسه وتجعله كثيفا جدا ولا يناسب الدورة الدموية، او تخثره وتحوله الى هلام. الامران يؤديان الى موت مؤلم. بينما طورنا ترياقا لمعالجة لدغة الافعى، الا ان لا شيء مطلقا يساعد طريدة الافعى الطبيعية. تطورت الافاعي لصيد مخلوقات كهذه ولمساعدة الافاعي المفتقرة الى الاوصال في اخضاع الطرائد الحية. كلما كان السم قويا قتل بسرعة اكثر. لا تستخدم الافعى السم الا في اعتداء عن كثب،